I'll call you. Okay. أستاذة سلمى، الكاوتش نايم نومة مش حلوة يا أستاذ، كده ممكن غلط عليكي. لو تقولي لي الكوريك فين أنا ممكن أغيرها لك في ثانية. أنا بنفخ الكاوتشات كويس جدا، من ده أنا مسميين إبراهيم النفيخ كمان يا أستاذ. الكاوتش نايم خالص يا أستاذ. أوكي. العربية كده ممكن تتقلب يا أستاذ، هتمشي إزاي يعني؟ شوفي مش ممكن. مش نايم. ما هو صحي بقى، هو يعني هيفضل نايم لحد إمتى يا أستاذة سلمى؟ هو أنت يعني تفضلي نايمة ما بتصحيش؟ طب أنا ممكن أقول لك حاجة؟ إيه؟ أنت you're so strange. I've no idea what are you doing exactly. You're following me everywhere. What's wrong with you? طب إهدي. إهدي وفهم أنت بتتكلمي مع مين. أنا كنت عايز طلب من حضرتك، يعني تاخديني توصليني بس لحد بره على الشارع، لأن مدينة الإنتاج هنا كله جاي بعربيات ومفيش مواصلات. أنا مش مزعج خالص. No, I'm sorry. مش هينفع. مش هينفع؟ هي دي الأصول يا أستاذة؟ يعني هم ربوكي على كده؟ أنا رايحة النادي. طب ما إيه المشكلة لما تاخديني النادي؟ يعني إيه تيجي معايا ليه؟ مش قصدي يعني، طلعيني طب بره على الشارع. This is too much. You're such a stalker. هو أنت فاهماني مش عارف إنجليزي يعني؟ I am learning in مدحت سكول. مدحت؟ آه حضرتك. No, no. I can't take a stranger with me. I'm sorry. طب ربنا يستر طريقك بقى. لا لا ايدك سوسو. سوسو؟ سوسو مين دي يا اختي؟ يا اختي؟ ايوه يا اختي. ما تكلمنيش كده. امال اكلمك ازاي؟ كلمني عادي زي ما بكلمك. What's wrong with you? I told you ايدك وسوسو. شيل ايدك من على هي سوسو. هي فين سوسو دي يا ريت؟ هي دي سوسو؟ طب اهي. ايه ده؟ ايه ده؟ مدام سوسو بقى. Don't kiss سوسو. اتفضلي يا استاذ. شكرا يا استاذ. بس احفظي الوش ده عشان ربنا ما هتشوفيه تاني. والنادي اللي انت رايحاه بعون الله قبل ما توصلي ابقى انا هناك. مش طبيعي. ما تغلطيش بقى اتفضل. خلاص كلام معايا تاني، احنا اتقطعنا كلام. We're done. اوكي. Say promise we're done. You are a stupid woman. I'm stupid. Yes. I go to school by luck. What? I've never heard this in my life. I hate you. You're cuckoo. Cuckoo واو. يلا اتفضل اتفضل. مش طبيعي. سلمى موبايلي معاكي على فكره. موبايلك؟ اي شوفيه. ايه ده؟ I'm really sorry. اكيد مش سرقاه يعني. طيب مفيش حاجه. ماله ده؟ في ايه؟ ستوكر يعني. عادي ستوكر. الحب يعمل اكتر من كده. بس انا كل ده ليه؟ عشان اللحظه اللي هديه فيها الورد.